أصبح ذكر مصطلح المخالطين أمرا يثير عددا من التساؤلات داخل أوساط المجتمع، إلى جانب ما أحدثه من زيادة في وتيرة العمل الصحي لتتبع مخالط إحدى الحالات القائمة بعد تحديد هويته. هنا في إدارة الصحة العامة تتواجد مجموعة الأمراض المعدية، خلية نشطة وكوادر طبية مختصة تواصل عملها الوطني، تقوم وعبر آلية عمل هادفة بمتابعة وكشف ومراقبة وضبط المخالطين بالحالات القائمة أينما وجدوا. سيتيز اللي نسويه في الامرجنسي كاباسيتي الكير مانجر، يعني الورك فورس استراتيجي في الموضوع، متابعة الحالات القائمة وحصر المخالطين تعد من الركائز الأساسية في السيطرة على المرض. فيومياً نتلقى قائمة من مختبر الصحة العامة بالحالات الإيجابية، فنقوم مباشرة بمتابعة هذه الحالات وحصر المخالطين المباشرين لها، ثم نقوم بإعداد قوائم لهؤلاء المخالطين لتحويلهم على الفريق الآخر في أرض المعارض لعمل الفحص لهم هناك، ويتم الاتصال بهم لتحديد مواعيد معهم. نعول على وعي المواطنين والتزامهم بالتباعد الاجتماعي لنمنع إصابة كبار السن أو ذوي الأمراض المعدية، ذوي الأمراض المزمنة من الإصابة بالمرض. تعريف المخالط الوثيق على حسب البروتوكول الوطني وعلى حسب المعايير العالمية هو شخص يسكن مع الحالة القائمة في نفس المنزل، شخص حصل بينه وبين الحالة القائمة اتصال وثيق، مثل المصافحة بالأيدي أو الملامسة، وممكن يكون الشخص اللي تواجد مع الحالة بدون كمام على مسافة قصيرة أقل من مترين لمدة أكثر من 15 دقيقة، أو أي أحد يقدم العناية الصحية سواء ممارس صحي أو أحد من أفراد المنزل للشخص المصاب وما يكون لابس اللباس الوقائي الكامل، أو ممكن في حالات الشخص اللي كان في وسيلة نقل مشتركة مع الحالة المصابة. نحاول بكل الطرق أن نأخذ كل الحالات المخالطة من المريض، نتصل فيه مرة ومرتين وثلاث، نأخذ مخالطين المنزل، نسأله عن مخالطينه في الحدود الاجتماعية، نحاول نأخذ مخالطينه من العمل. هني الفريق يعني ما شاء الله عليهم قاعدين يشتغلون ليل ونهار عشان يقدرون يحصلون المخالطين. مهمتي في إدارة الصحة العامة هو متابعة الحالات القائمة من خلال أن نعرف أن عندهم أعراض أو لا، بناء على ذلك نصنف حالتهم ونشوف الإجراءات اللازمة، وبعد عندنا نحصر المخالطين ونحجز لهم مواعيد في أقرب فترة.